اما هلا حنروح ضمن المساحه القانونيه ليلى، وحنحكي بموضوع عمليه الشيوع اللي هي عمليه قانونيه اداريه وتعتبر مهمه نحو تحديث النظم العقاريه وتعزيز التنميه الاقتصاديه. تماما يا رشا، بمساحتنا رح نتعرف على الجوانب المختلفه لازاله الشيوع وكيف ممكن تاثر على جميع الاصعده مع ضيفتنا المحاميه آلاء كريم الدين. يسعد صباحك آلاء. صباح الخير استاذه، واهلا وسهلا بحضرتك. بدايه خلينا نعرف شو يعني كلمه شيوع بالقانون، شو بتشمل؟ لا، معنى كلمه الشيوع بالقانون هو ملكيه شخصين او اكثر على شيء ما غير مفرز حصته. يعني مثلا عندنا عقار مملوك لشخصين، هذا العقار ما بيعرف الشخصين وين حصتهم بالضبط، شو هي حصتهم، هي كلمه الشيوع قانونا. طب اذا اليوم بدنا نحكي ايمت بيتم اللجوء لازاله الشيوع؟ بيتم اللجوء لازاله الشيوع كمان عندنا عقار احنا مملوك لعده اشخاص ما بدهم يضلوا مشتركين بالشيوع، بدهم يطلعوا من هذا المال الشائع، فبيرفعوا دعوى ازاله شيوع. بس بيتم طرحه بالمزاد العلني، طبعا في حال اذا العقار كان غير قابل للقسمه او هن مختلفين معهم متفقين مثلا على قسمه رضائيه بينات بعضهم، فبيلجؤوا لدعوى ازاله شيوع امام محكمه الصلح. طيب شو يعني إزالة شيوع؟ يعني معلش خلينا نبسط أكثر بالمعلومات كرمال كل حد عم يشوفنا يستفيد من الفقرة. يعني أنا وقت اللي بدي أروح أرفع دعوة إزالة شيوع، الإزالة شو هي؟ هل هي تخصيص حصاص؟ هل هي مزاد؟ تمام، هي تخصيص حصاص. هلا أنا رح أعطي مثال عشان يكون بشكل واضح أكثر. عندنا عقار مملوك لأربع أشخاص فرضاً، هن بدهم يطلعوا من حصتهم، بيلتجئوا لإزالة الشيوع. وقت ما بينباع بالمزاد العلني مثلاً، كل واحد بياخذ حصته مال. بصير هذا اللي انتقل حصته لمال، بياخذ كل واحد مال وقت ما انباع بالمزاد، فهيك ما عاد في ملكيه شائعه. كل مثلا عقار اشتراه شخص او هن ممكن يتفقوا بينات بعضهم انه يشتروا العقار، فاذا اشتروا العقار صار ملكيته لشخص واحد والباقي اخذ حصته مال. من مين اخذ؟ من المشتري او من الباقي الاطراف اللي بقيوا؟ من المشتري، حسب مين اشترى عقار. بقى اذا اشترى شخص ثاني هو غريب مثلا اكيد اخذه، اذا ممكن يشتري احد الورثه هو يشتري كمان بياخذ حصته. قديش حصته مثلا من العقار؟ له 400 سهم لنفترض، قديش بتسوى هي مالا؟ فخلص انتقلت حصته للمال واخذ مال. طب هي الحالة آلاء بده يكون جميع الأفراد أنه المالكين اليوم هنن موافقين على عملية البيع، أو حدا أنه مثل ما ذكرت أنه بيتنازل للثاني، أو يمكن اللي بيكون اللي له أسهم أكثر بالبيت هو اللي بيحق له يعمل إزالة شيوع؟ لا لا، هل أي شخص مالك لو سهم واحد بالعقار بيقدر يرفع دعوة إزالة شيوع. قد ما بيرفع الدعوة لازم هو خاصم فيها جميع الشركاء يلي مسجل إملين بالإخراج القيد، لازم ما ينقص حدا أبدا، بخاصمهم كله بصير بترتفع الدعوة، مو شرط يكونوا موافقين أبدا. فهي خصومة، آخر شيء بنبلغهم وبصير خصومة وبصير خبرة بقيم قيمة العقار قديش، بتتم الإجراءات. فهو شخص واحد قادر إنه يرفع الدعوة وشو ما كان حصته أبدا، ما في داعي إنه مثلا حصة معينة، لو سهم واحد هو بيقدر يرفع دعوة إزالة الشيوع. طيب أستاذي، هلا قانونيا هل اليوم في تأثيرات لإزالة الشيوع؟ هلا طبعا اكيد في تاثيرات. وقت بنرفع نحن دعوه ازاله شيوع العقار راح ينباع بالمزاد العلني، معناته هذا واضح انه عليه خلاف العقار، خلاف بين الورثه، ممكن هو كان في مورث توفى وصار هذا الورثه، فوقت ما التجوا لازاله شيوع فصار في خلاف، فاجبار اي عقار بتعرف عليه خلاف ممكن بينقص من قيمته، لان ازاله شيوع اكيد خلاف فبينقص اكيد من قيمته. بسبب المزاد، بسبب اللجوء للمزاد بالنهايه، ممكن بسبب المزاد، بسبب انه خلافه بالاخير. يعني انت ما بتشتري بيت من عده اشخاص مختلفين، مو مثل ما بتشتري بيت من مالك واحد شخص واحد، القرار له. اليوم انت بجوز بموضوع الشيوع قادره تتحكمي اكثر بالاطراف من خلال النزاع. يعني طبعا هو الاحسن ان الورثه هنا يضلوا يتفقوا بينات بعضهم، ما يلتجئوا لإزالة شيوع عشان سعر العقار وهيك، فالأحسن يحلوا الخلاف. طب اليوم قصص كثير بنسمعها حتى اجتماعيا، يعني ببعض الحالات مثلا انه اليوم في شخص ساكن بهذا البيت او مالك هذا العقار له لاخوته في اسهم، يعني هي القصه عم تعمل كثير مشاكل بين الاخوه او بالعائلات. اليوم احدهم مسافر او بعضهم مسافر ورجع حب يرجع يسكن بهذا البيت، الشخص اللي ساكن بهذا البيت ما سمح لاخواته انه يسكنوا فيه، انه خلص انا قاعد بهذا البيت، يمكن هو
هو أخذها من مبدأ أنه لما بيكون في حدا مستأجر بدون عقد أجار أنه القانون معه. هون كيف الحل؟ يمكن أحيانا الإخوة ما بيحبوا يفوتوا يوصلوا لهي المرحلة أنه للمشاكل وما بيقولوا وللمحاكم بين الإخوة. إذا ما اتفقوا إيش بعرف بدي يلجأ للمحاكم؟ إذا اتفقوا بينات بعضهم مثلا خلص بحلوها بينات، يا بسكون سوا، إذا ما اتفقوا ممكن يرفع دعوى إجر المثل كمان، بيطلب انه هو اجراء عن حصته يلي هو قاعد فيه، هذا الشخص يلي قاعد فيه عم يطلب حصته عن انه هذا الشخص الثاني ما له قاعد، في بياخذ اجراء عن قاعدته بحصته، هذا اجر المثل ممكن نرفع دعوى كمان. فاجباري اذا ما في اتفاق كله بده يلجأ للقانون للمحكمة حاكم. طب اليوم ضمن موضوع إزالة الشيوع، اليوم في تغيرات مفروض اليوم المجتمع أنه يتأقلم معه ويتعايش معه، اليوم كيف قادر المجتمع اليوم قانونيا يعيش مع هذه التأثيرات؟ يعني ما عنده أمر، ما عنده حل إلا يتقبل إزالة الشيوع، حتى المسألة بتاخذ وقت أو مثلا ممكن ينزل من قيمة العقار، بده يتقبل هذا المنحل لأن ما في حل تاني، أو هو بده يضل بحالة إزالة الشيوع، بده يضل على خلاف، بده يضل ما كل واحد متخصص حصته، ما كل واحد بيقدر يصرف حصته بشكل تمام، لأنه هو مو معروفة حصته وين بالضبط، مثلا إذا عقار أو حتى السيارة أو أرض زراعية ما له معروف حصته وين هو مالك. طب اليوم كيف ممكن تخصيص العقار لأحد المالكين في حال غياب الطرف الآخر؟ يعني ممكن يكون الطرف الآخر خارج البلد. هلا إذا مثلا خارج البلد ممكن هو يوكل محامي بعد وكالة خارجية، في حال ما في محامي أو ما في وكالة ممكن هو ببلغ عن طريق الصحف، بصير تبليغات عن طريق الصحف، هو يا بيشوف التبليغات أو لازم يعرف بالدعوة، يا بوكل محامي أي إجراء بصير بنبلغه عن طريق الصحف. وإذا ما وصل التبليغ ما في هذا الحل. بيستنوا اليوم تستنى قانونيا يعني انه وجود الشخص الغائب، يعني في حال لم ما وصل له التبليغ لا بالصحف ولا عن طريق اي شيء. هلا اكيد ما بنستنى، احنا وقت ما بلغنا بالصحف يفترض انه خلاص وصل له، هي الحل القانوني، في حال كان طيب خارج البلد هذا الحل القانوني، بنبلغه بالصحف ومعنا 30 يوم من تاريخ التبليغ. طيب ذكرتي استاذي حضرتك المزاد العلني، ونحن بنعرف انه اليوم في اجراءات تتخذ لاجراء هذا المزاد، خلينا نحكي عن هي الاجراءات وكيف بتتم. تمام، هلا نحن رفعنا دعوى واخذنا حكم، هذا الحكم نحن بنحطه بالتنفيذ، كمان بنرجع بنبلغ حتى لخارج القطر بنرجع بنبلغه اختار تنفيذ هذا ما بنسميه، بعدين بصير في خبره بنحدد الخبره قديش قيمه العقار، بنحط اشاره بيع جبري، بعدين بنحدد مكان امتى المكان اليوم، كمان بصير تبلغات بالصحف بنعلن عنها امتى اليوم انه ساعه وين مكان المزايده، بتبلش المزايده كمان من القيمه المقدره زائد 10%، مثلا هذا الخبير حددها قديش قيمتها بحددوها زائد 10% بتبلش المزايده، هون بصير زايد انقص مين بيدفع بثبت عليه المزاد. إذا ما ثبت على المزاد بينتقل المزاد لمدة 15 يوم، حددوه يعني مدة لبعد 15 يوم مزايدة تانية. طب أستاذة خلينا نروح لحالة تانية، يمكن هاي القصة كمان شائعة كتير وصارت بالسنوات الأخيرة، اليوم في حال وفاة الأب الأم والأولاد بهذا البيت يعني بأعمارهم هنون صغيرة، اليوم رح يصير في حصر إرث، اليوم الأب تمام والأم بيورثوا من الإبن في حال وفاته، لكن هل هنون كمان بيقدروا كونوا صار لهم حصص بموجب حصر الإرث بيقدروا يعملوا إزالة شيوع وهي الزوجة والأولاد ساكنين بهذا البيت بنفس الترتيب، أم هون في رحنا لموضوع مختلف؟ لا لا، طالما هن صاروا ماركين فبيقدروا، ما في ترتيب مختلف ابدا، اي مالك ما بناخذ لحتى بالصفه الشخصيه ابدا، اي مالك بالعقار حصه سهميه بيقدر يرفع دعوى، مالكين بيرفعوا دعوى ازاله الشيوع بيتم الاجراءات. طيب استاذ اليوم لاي حدا اليوم حابب يرفع هي الدعوه، شو هي الاجراءات؟ اي محكمه؟ كيف بيتم يعني خلينا نقول الخطوات في المحكمه؟ هلا هي امام محكمه الصلح، أمام محكمة الصلح بترفع، لازم يكون طبعا محامي، استدعاء دعوى بينطلب استدعاء دعوى وكالة إخراج قيد عقاري من قدم للمحكمة، بصير بنبلغ من الأطراف يلي هن مالكين قيدا بنبلغهم كلياتهم، وبعدين بتمشي الإجراءات. هلا أول بعد ما نخلص من التبليغات اللي هي أكثر شيء بتاخذ وقت، مثل نخلص من التبليغات بنحط إشارة وبنصير في كشف، كمان بحدد الكشف بيطابقوا انه البيت مطابق مع اخراج القيد ولا في اختلاف، بصير كشف مثلا بيقول الكشف انه العقار قابل للقسمه ولا غير قابل للقسمه، اذا قابل للقسمه خلاص انه ما بيصير من باب المزاد العلني، اذا مو قابل للقسمه بيصير بعدين بيطلع حكم، هون بتطلع هاي الاجراءات بالمحاكم جلسات، بصير في حكم بعد الخبره وهيك، بصير بتاخذي حكم انت انه بازاله الشيوع
بالبيضات العظيم بعدين بتاخذيه وبتنفذي. طيب باقي الاطراف هل هن كمان بحاجه اليوم لمحامي او هو المحامي نفسه ممكن يشتغل على جميع الاطراف كوكاله؟ كوكاله عن جهه المدعيه محامي واحد بس الجهه المدعيه عليها لا ما بصير محامي هو وكيل الخصم اليوم كمان. بحاجه خصم يعني مدعي ومدعي عليه طبعا بحاجه محامي ما بصير محامي. قد ايه بده وقت فصل بالمحكمه؟ والله هلا حسب الخصومه مثلا حسب بدك ما في نحدد لك وقت بس بتاخذ وقت مثلا حسب الجهه المدعيه شخصين ولا ثلاثه ولا خمسه بتاخذ وقت مسافرين داخل القطر معروفين مكانهم بالضبط ولا لا فهذا كله بيلعب دوري. في كثير من الاشخاص يمكن بيتنازلوا رشا عن هذا الشيء او بيقولوا لك انه هي بدها تاكل معنا وقت او ممكن تكون مكلفه ماديا اليوم لحتى نحن نحصل حصتنا السهميه من هذا العقار. هل هذا الشيء موجود؟ طبعا اكيد موجود. هي خبركم انه اكيد بتاخذ وقت طبعا حتى في مصاريف مثلا في خبره في كشف في اتعاب المحاماه كل هذا بياخذ يعني ممكن تكاليف. انا اليوم حط اكثر من حصتي السهميه بالعقار؟ لا اكيد مو لهالدرجه يعني ها قربت لا ما بوصل لهالدرجه يعني اذا عقار انت ما في عقار قيمته قليله بتوازي اتعاب المحاماه او بتوازي مصاريف الدعوه بس انا مثلا شخص بيقول لك انا ليش احط 5 مليون لنفترض مثال بقول لك لا خلينا نتفق بعينات بعضنا واخر شيء انا بدي احط هالمبلغ وبده يخسر قيمته العقار شوي يعني الخبره ما بتطلع ما بتجيب قيمه العقار مثل ما هي بتبيعي بشكل عام انت مالك عقار 2400 سهم لحالك وقت ما بازاله شيوع اربع اشخاص مالكين ما بيجيبوا نفس السعر فاكيد هذا بيختلف عشان هيك بيقولوا لك انا ليش بنفوت بدعوه نحاول نحلها ودائما اكيد الصلح والوفق افضل من الدخول الى المحاكم ولكن احيانا الانسان بيضطر يعني حسب الحال. اليوم استاذي اذا هيك بدنا نقول بنصائح قانونيه اليوم اللي بموضوع ازاله الشيوع شو بتحبي تقولي للمشاهدين؟ شو يتبعوا كيف يبلشوا؟ الاول شيء حاول هنا يحلوا الامر بينات بعضهم بدون ما يلتجئ لازاله الشيوع خلاص انه يتفقوا ما في خلاف مثل ما قلت الصلح هو احسن شيء ما في اجباري بده يطلع من حاله الشيوع يعني ما راح يضل هنا طول العمر العقار مملوك للكل ما حدا عارفان يتصرف فيه وما عارفان حصته ما له قدام حل يعني هنا نحلوا هالامر بوقت قصير يا ياخذوا موقفه بدهم هيك ولا بدهم هيك واخر شيء بدهم يلتجئوا لازاله الشيوع يعني احسن الموجود ما في. طب في حال كان هذا العقار ما انه مستاهل القسمه والشخص اللي ساكن فيه ما بعرف اذا هذا الشيء موجود انه هو يمكن باكثر حاجه لهذا العقار اللي هو قاعد فيه هل في ممكن شيء ينصف هذا الشخص؟ لا هلا القانون ما بيمشي على العواطف والمشاعر لا القانون ما بيمشي على المشاعر والعواطف خلص هذا العقار شو ما كان لو هو بحاجته لو هو قاعد فيه من فتره ممكن مثلا انه هو ياخده بده ينباع ممكن يكون هو مالك حصه كبيره نفترض مالك 2000 سهم او 2200 بقي 200 سهم لشخص واحد هذا ببيع العقار حتى لو كان له السهم الاسهم الاكثر هي هو اليوم ما في يتحكم بموضوع ازاله الشيوع ابدا ما في يتحكم شو ما كان الشخص مالك لو سهم واحد بيقدر يبيع العقار اذا ما اتفقوا على قسمه رضائيه او حلوه بالرضا بيناتهم بده يلجأ لازاله الشيوع لو سهم واحد هيك الاتفاق احسن شيء الاتفاق احسن شيء قسمه رضائيه احسن شيء بيتفقوا عليها بثبتوها بالمحكمه حتى احيانا بتروح القصه يعني شخصيه يعني ما بيرضى بالوفق خلينا نقول بيحب يروح للمزاد العلني حتى لو ما بيرضى بالسعر اللي تقدم له هي بتحب توصل للمزاد بتصير في عالم بتحب هي توصل للمزاد كمان هي تشتري تقول انا اذا وصلت للمزاد بشتري مثلا بسعر اقل ما مثل السعر القيمته واليوم خلينا نقول الاطراف ما دخلهم بالسعر اللي بينطرح بالمزاد هل حقهم اليوم برفضوا هذا السعر او لا؟ اذا اجى في سعر ما انه كثير منيح هلا صارت خبره، اذا ما عجبتهم الخبره ممكن تقدموا طلب ثاني انه يصير خبره ثلاثيه او خماسيه ليتاكدوا من الخبره هذا السعر عقار صحيح او لا، اكثر من هيك ما فيهم، بس بدهم يثبتوا ليش انه سعر العقار هذا مو عاجبهم، ليش ملاقينه خفيف مثلا. وبترجع بنعاد بعد 15 يوم؟ هذا انا 15 يوم المزاد من الخبره هون الرئيس التنفيذ بقرر امتى بيساوي خبره، بس انا قلت بالمزاد اذا ما صار في مزايدة أو ما حد اشترك بالمزاد بيرجع بينعاد. طيب الخبرة اليوم يعني وقت اللي بيكون في طلب اعتراض إنه أنا اليوم هذا العقار ماني رضيان على سعره أنا شايفه يعني سعره أكثر من هيك فبيقدم طلب للاعتراض للخبرة وبتروح هلا هم بدي أشوف هو رئيس التنفيذ ممكن بوافق إذا كان في أسباب جدية وأسباب مقنعة إنه ليش الخبرة قليلة إذا كان في أسباب جدية وما قل بوافق له بس إذا رئيس تنفيذ لأ ما في أسباب جدية ممكن نقول المماطلة يعني لا ما بوافق ممكن تطلع الخبرة مرة تانية يمكن يصير تقييم مرة تانية بالقصة ممكن
وممكن اليوم مثل ما قلتي تكون هي حجه للمماطله لشيء اخر طبعا يعني. هي حسب الاسباب، حسب قناعه رئيس التنفيذ هو اللي بيتبه الموضوع اذا بصير خبره ثانيه او لا. طب اليوم في كمان اشخاص او ورثه ممكن يكون البيت او العقار مفروغ باسم عده اشخاص، لكن في شخص واحد هو له حق الانتفاع. هذا الشيء شائع كثير. اليوم هذا الشخص اللي له حق الانتفاع هل يعتبر مالك او له كمان بحق له ازاله الشيوع؟ هذا الموضوع بينطبق عليه كمان؟ هلا طبعا لحق الانتفاع هو ما بينعاد مالك. هلا مثلا هو في حق انتفاع للبيت، الورثه وقت ما بدهم يرفعوا دعوه لازم يخاصموا له حق الانتفاع بالدعوه بازاله الشيوع امام محكمه الصلح. في حال رفض البيع نحن هون عم نحكي. هل هون نحن ما بناخذ اذا رفض او لا، هنا على هالمحكمه هي النقطه المهمه عليهم وقت ما بيرفع دعوه امام محكمه الصلح مثلا ازاله الشيوع بده يخاصموا صاحب هذا الاشاره، هنا بكون محطوط اشاره بالاخراج القيد لحق الانتفاع بخاصموا من البدايه، بفوت معه من البدايه الدعوة. هون حصته كيف بتروح؟ حصته ممكن هو حق الانتفاع لحصة معينة بتكون شخص مثلا حاطط حق الانتفاع، فممكن ما بصير إجراءات بالميزات العلنية بياخد حصته من المال، بصير حق الانتفاع له بيروح للعقار بياخد حصته من المال. نفس الشيء له حصة بالعقار يعني بس بياخدها مال أو ممكن إذا بس إنه مو هو اللي مثله مثل الوريث، هون له حق الانتفاع بيختلف أو ممكن إذا نسبة كان غير يعني قصدك كقيمة مالية طبعا، او مثلا اذا كان عقار قابل للقسمه فحصته بياخذها بتضل بها الانتفاع بهي الحصه موجوده ما بتروح، اذا كان غير قابل للقسمه فهي بتروح مال. وبعد الوفاه بترجع للاطراف الباقيه طبعا. طيب بدنا نشكر اليوم حضورك استاذه ولكل المعلومات اللي ذكرتيها، ومثل ما قلنا دائما الصلح والوفاء هو يعني الصلح سيد أكيد الاحكام. أكيد. شكرا لحضرتك. شكرا لكم. شكرا لحضورك معنا وللمعلومات اللي قدمتيها. بقيه نهار حلو لك.